بخصوص كلية اقتصاد وعلوم سياسية، مع احترامي لإدارة الكلية، أنا خريج الكلية وعندي 36 سنة وأعمل مندوب مبيعات لحد الآن، وعندي سؤال لأني شفت موقف أحزاني. ليه أكتر الخريجين مبهدلين من كلية اقتصاد وعلوم سياسية ومش لاقيين ياكلوا ولا نقابة ولا شغل ولا معاش؟ هل ده جزاء التفوق ولا إيه؟ وربنا يعوض علينا. الحقيقة طبعا أنا مقدر جدا، أنا آسف طبعا بضحك، لكن أنا مقدر جدا اللي حضرتك بتتكلم فيه، ولكن لا، الحقيقة مش خريجين اقتصاد وعلوم سياسية متبهدلين، أنا شايفهم كده، أن دي وجهة نظري، دي مرآتي، ولا مش لاقيين ياكلوا. سيبك من النقابة دي أنا معرفش، ولكن من وجهة الشغل لا، في كتير جدا جدا من خريجين اقتصاد وعلوم سياسية بيشتغلوا وبشوفهم ما شاء الله مكسرين الدنيا وبياخدوا رواتب عالية. لكن هي الفكرة، تجربة حضرتك انك عندك 36 سنة ولم تستطيع الانتقال الى عمل او فرصة، دي تجربة لا يمكن تعميمها على باقي الناس. زي ما حضرتك عندك 36 سنة وخريج اقتصاد وعلوم سياسية وبتقول انك لغاية دلوقتي متبهدل، في ايضا ناس خريجين طب ومبهدلين، وفي ناس خريجين تجارة ومبهدلين، وفي ناس خريجين حقوق ومبهدلين، وفي العكس، في ناس خريجين طب وبيشتغلوا في مستشفيات عالية، في ناس خريجين حقوق بيشتغلوا في شركات ومؤسسات محاماة دولية وبياخدوا فلوس عالية، وفي ناس خريجين تجارة وبياخدوا رواتب عالية. فأرجوك بلاش تجربتنا الشخصية نعمل جنراليز أو نعممها على الآخرين ونصاب الناس بالإحباط. لا، الشغل موجود، ربنا يبارك لك ويرزقك، ولكن الشغل موجود. أنت هنا بس الفكرة إن يكون عندك فليكسبيليتي. يعني إيه فليكسبيليتي أو مرونة؟ يعني أنا اتخرجت، انا عاوز اشتغل في قسم، اشتغل دبلوماسي سياسي في سويسرا، لا اما مش هشتغل، لا، يبقى انا عندي اكتر من تنوع. عارفين ان الدبلوماسيه وانك تشتغل في الكارير بتاع السفراء والى اخره مقصور وعدده قليل وبتخوض امتحانات كتيره، ممكن تنجح ممكن ما تنجحش، ما نجحتش خلاص يبقى انا عامل بلان بي وبلان سي وبلان اي، عامل اكتر من خطه، يبقى انا هنا حاطط اكتر من حاجه ممكن ساعتها ان انا انطلق ليه. لكن ان خلاص ما نفعتش في دي، اقدم في بنوك، ما اتقبلتش في بنوك اقدم في صحف، لو انا خريج علوم سياسيه ما اتقبلتش في الصحف خلاص اعمل كارير شيفت واشوف حاجه تانية انا حاببها، ولكن ما اقفلش الدنيا معايا. خريجين اقتصاد بيلاقوا فرص اكتر، ممكن يشتغلوا في بنوك، ممكن يشتغلوا محللين ماليين، ممكن يشتغلوا في الائتمان، ممكن يشتغلوا في البورصة، ممكن يشتغلوا في الاستثمار، ممكن يشتغلوا في الإدارات الاقتصادية والمالية، ممكن يشتغلوا في حاجات كتيرة. انت اللي تحدد انت حابب ايه وربنا يكرمك، ودايما تشوف انت ايه اللي انت مقصر فيه، ودايما لا تعمم هذا الموضوع على الآخرين، وربنا يوفقك مرة تانية ويكرمك بكل خير.